أحبابكم الله. تقول هل يجوز لي وأنا شابة أن ألبس الحجاب دون ستر الوجه، مع العلم أن عادة نساء بلدنا عدم ستر وجوههن، وأنا أريد لبس الحجاب الشرعي، لكني جد محرجة من نظرات الناس إلي بهذا اللباس، وإذا كان لا يجوز ذلك فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟ حجاب المرأة هو ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان، لأن جسم المرأة فتنة تستره كله عن الرجال الأجانب، فعليك بستر وجهك وكفيك عن الرجال بما يغطيهما ويمنع من النظر إليهما بالخمار أو بالثوب أو الجلباب، المهم الستر بأي ساتر مناسب، ولا تنظري إلى لوم الناس واستغراب الناس، عليك بالعمل بما أوجب الله عليك وفرضه عليك، ولا تنظري إلى لوم الناس لك أو استغرابهم لذلك، بل احتجبي ومري النساء بالحجاب وتكونين قدوة حسنة قدوة صالحة لغيرك، ولك في ذلك الأجر على فعل الواجب، ولك الأجر أيضا على الصبر على أذى الناس، فاصبري واحتسبي، وأيضا بيني للناس أو للنساء وجوب الحجاب والوعيد على من تركت الحجاب، لعل الله أن يهدي بك من يشاء من المسلمات. نعم.